اهلا، السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير مع فيديو جديد ان شاء الله. بسم الله بسم الله يفتح يا رزاق. المهم كيف ما شفتوا هنايا، ايفون نخمل لقيت واحد الخمسة ديال الدراهم يا سلام، شحال هكذا ملي كتنوضي كتخملي وكتلقاي الصرف طايح، يا سلام يا سلام. المهم والله ما حطيتها، قبطانيش انا، مشيت درتها في الخزانه ديالي. بالنسبه للبنات كاملين اللي كيسولوني تيقولوا لي اسماء امضره فين وصل واحد البيضو، كنظن يمكن زقلو واحد لا فيديو كنت درتو. المهم بالنسبه للبيضو ما بقاش عندي البيضو، وكانت واحد الطاسه هادي ديال الفلوس كانت جابتها لي صاحبتي كادو، ومن بعد هي اللي منين حليت هذاك البيضو وبديت كنجمع فيه، زولت داك الفلوس بديت كنجمع فيها هي الفلوس. دونك داك الوقيته اللي كنت يلاه بديت كنجمع كانت عندي يمكن شي 350 درهم، ما بقيتش عاقله بالضبط شحال كانت تجمعات في داك البيضو، قلت يلاه عاد بديت. اما هذه ما شاء الله راها غاده وكنجمع فيها، دابا تكون وصلت للنص، داكشي علاش ما قديتش كاع نحلها. وبيني وبينكم كان ساعه ما كنحطش كاع فيها، حتى كيفكرني راجلي ولا بنات مثلا هكا ملي كندور معاهم ولا شي حاجه كنشوفهم كيمشيو كيطيروا باش يديروا في هذه ديالهم الفلوس، وكنقول ايه وما كيجمعوا وانا والو ولكن ماشي مشكل، انا ناسيها ان شاء الله عندها وقتها فين غادي تحل. المهم هنا كيف ما كتشوفوا، يلا عاد صبحت في الدار. صراحه الدار مقلوبه راسا على عقب، وما تشاركش معكم كل شيء لان التصوير واريج عندي شي شويه مريضه، راكم شفتوها ديجا في الفيديو اللي قبل، يعني ما قديتش باش نشارك معكم كل شيء، خديت لكم غير بعض شي لقطات. وها في هاد الوقيته بالضبط كانت فاش كنت يلا جمعت السيجور، كانت هي باقا تما راني وكلتها وكلشي وحطيتها. ولقيتها فاش مشيت هنايا كنجمع الكوزينه راه بدا كيديها النعاس في هذيك في هاد الوقيته هذه، ونعسات لي واحد شويه خلاتني بعدا اوموان وجد الغدا ونجمع كوزينتي. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا الدنيا مقلوبه مقلوبه مقلوبه، زولت الموان كاملين اللي عندي في الماكينه، ودرت عاوتاني هذاك الشيء اللي موسخ، حاولت انني نرد كل حاجه بليسته. الخضره كيف ما كتشوفوها كلشي مريوح في الارض، طبله عامره بداك الشيء اللي كان فيها واللي عاد تحط هذا النهار الفطور وهذا. المهم عندي كلشي مقلوب، دونك المهم غادي نخدم شغلاتي وفي نفس الوقت نهضروا انا وياكم في واحد الموضوع، غير واحد الحاجه جوج حوايج غنهضر لكم عليهم. بالنسبه للبنات اللي داك النهار شافوني غسلت الماعن وحطيتهم في الماكينه قالوا لي اسماء ودابا انت غسلتي الماعن وحطيتيهم في الماكينه، يعني ما عندك ما عندهاش تولي تعاود تغسل لك الماعن، راك ديجا غسلتيهم. وشافوني كذلك حطيت الطنجره ديالي حطيتها حتى هي تما ديال الالومنيوم، قالوا لي عندك اسماء غادي تكحلك. لا البنات هذاك النهار فاش شفتوني غسلت الماعن وحطيتهم تما راه حطيتهم غير باش يستقطروا، اما من بعد ما ملي كيقطروا لي كنردهم لبلاصتهم، يعني ما شعلتش الماكينه. ولكن دابا بما انني غادي نطلق الماكينه راه ما يعني شفتوني ما غسلت الماعن لا والو، داكشي اللي موسخ تنحطو تما. حاجه واحده اخرى، البنات اللي سولوني على جواد، الجواد اللي جاي في بوجلود، ديجا راني نعت لكم شحال من خطره. مهم بوجلود شتي الباب ديال بوجلود بالضبط، راني صورتها لكم، كتدخلوا معاها ديريكتومون حتى كتلقاوه ديريكت، كتمشيو نيشان نيشان كتلقاوه، هو هذاك اللي درت لكم السهم ودرت لكم جواد، هو راه هو هذاك جاي حدا واحد مول السفنج على الشمال، وعلى اليمين ديالو كاين واحد كيدير الحلوى ديال الحلوى الفاسيه، سواء كان حلوى الشباكيه اولا البريوات اولا رزيزه ولا المهم اي حاجه داكشي ديال فاس، هو كيديروا تما، هو جاي ما بيناتهم في الوسط، وجاي اون فاس ديال واحد القهوه كيجلسوا فيها دائما لي توريست، يعني البلاصه اللي وريتها لكم راه هي هذيك باب بوجلود، كتدخلوا عليها نيشان كتمشيو نيشان نيشان حتى كتلقاوه اون فاس ديالكم، ما كتدوروا لا اليمين ولا شمال، وما كاينش اللي ما كيعرفش تما جواد. المهم هنايا دابا كيف ما كتشوفوا مشيت كنوجد غداتي، بعدا قبل مشيت بعدا رصيت كل حاجه ومن بعد وجدت غداتي. بالنسبه للغدا درت القناريه، ومهم كل واحد كاين اللي ما كيعرفش شنو هي القناريه، المهم الخرشوف، الخرشوف كيكون فيه شويه ديال الشوك وكيكون شويه مر، القناريه كتكون ما فيها الشوك وكتكون شويه حلوه، دونك هي اللي درتها. غادي نهضروا في الموضوع اللي كنت بغيت نهضر لكم عليه، ولكن ما بغيتش نهضر في نفس الوقت لان كنت مازال خايفه واش هذاك الشيء غنقدر نديروه ولا ما غاديش نقدروا نديروه. دونك من بعد ما فكرنا وقررنا قلت لكم غادي ناخذ واحد القرار اللي هو صعيب صعيب بزاف، علاش؟ بحكم ان 11 العام ديال العشره اللي هي ماشي سهله باش انك تولفي وتجلسي في مدينه واحده اخرى وتولفي بها 11 العام، يعني شي حاجه اللي هي
انا بالنسبه لي اللي هي كثيره، يعني بما ان عندي 21 عام 21 عام، هي هذيك 31 عام نقصوا منها، ما قضيت نقول لكم 20 عام، نقصوا منها 11 عام ديال العشرة، يعني 20 عام تقريبا فاش كنت جيت للناظور، وما كاملاش فاش كنت يلا جيت للناظور. بقولوا انا شحال هادي باش نكون جينا للناظور، 12 عام ولا 13، 2009 2009 الشريفة. اي انا كنقول لك 11 عام، من 2009، من 2009 شهر 4، تصوروا 2009 شهر 4 2019 هي 10 سنين، و2000 وهي هذيك 11 عام، غاديين في 12 عام، 12 عام 12 عام غادي نديروها ان شاء الله باذن الله. دونك المهم 12 عام ديال العشره ماشي هي سهله باش تكوني جالسه في واحد المدينه ومن بعد صافي تقرري بانك تخويها، وهذا هو القرار الصعيب البنات اللي قلت لكم غادي ناخذه، وجاني شويه صعيب. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي اسماء، زعما الاغلبيه المتتبعات كيفهموني، اللهم لك الحمد، سبحان الله العظيم، بحال الا قلت بحال راني عاودت لكم شي حاجه، لان كلشي في التعليقات كيقولوا لي، كيقول لي اسماء 100% غتشري ابارتمون في فاس وغادي تصرح لي، 100% غتشري شي دار في فاس وغادي تصرح لي، 100% غادي تسمحي في دارك وغتصرح لي، عندك يجيب لك راسك بانك تهبطي لفاس وتخلي راجلك بوحديتو عايش في الناظور. يعني كانوا بعض شي تعاليق اللي كلهم كيهضروا على هذه القضيه. واش البنات حسيتوا بشي حاجه ولا انا لمحت لكم ولا ما فهمتش؟ انا قلت لكم يلا بحرا، يعني واحد القرار صعيب وصافي، زعما تبارك الله ما شاء الله عليكم. المهم من هنا كنعرفكم انكم بديتوا ماشي بديتوا، فهمتوني حفظتوني. المهم صراحه البنات، صراحه هو غادي ان شاء الله باذن الله قررنا باش غادي ما نبقاوش كنسكنوا في الناظور، غادي نبيع الدار الا كتب الله، ما غاديش نخليها ونشدها. بزاف اللي كيقول لي اسماء الا كان القرار ديالك هو انك تبيعي دارك، حرام عليك، انت طلعتيها على يديك وصوبتيها زوينه وهذا، ودابا غتسمحي فيها؟ ما عندنا ما نديرو البنات، هذا هو، هذه هي الحياه، ما عندنا ما نديرو. نقول لكم بزاف ديال الاسباب شي هذا القرار راه حنا اتخذناه هادي عام، هادي عام باش خديناه، باش ماشي خديناه باش 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 فكرنا فيه اكثر من عام، ولكن المهم تكون عام باش غير فكرنا فيه، ولكن باش خدينا هاد القرار وكنا كنقولوا لا ضروري خاصنا نخويو من الكونفينمون لهاد الوقيته هادي. علاش؟ لان فاش بدا الكونفينمون كتلقاي حبابك بعادين عليك، كتلقاي في قرح بعيده، في فرح بعيده، في مشاكل بعيده، في ضحك ونشاط بعيده، كل شيء بعيده على العائله، كل شيء. يعني سورتو ان ما كاين لا عائله ديال راجلي ولا عائلتي، كاين غير احنا، غير انا وراجلي. شحال من حاجه راجلي ما كيحضرلهاش بصفه نهائيه، سواء كان فرح اولا جنازه، كنكون غير انا مثلا الا قديت نهبط، ما كتكونش القرايه وداك الشيء، الا قديت نهبط كنهبط، سينو ما كنهبطوش، ما يمكنناش نهبطو. راجلي ما كيقدرش يهبط دائما الفاس، كتعرفوا بحكم الخدمه ديالو صعيبه شي شويه، يعني القضيه وعارت وفاش جا كونفينمون خلاص فهمنا شنو معنى الحقيقي ديال العائله، سواء كانت عائلتي او عائله راجلي، يعني فهمنا الحقيقي، فهمنا المعنى الحقيقي ديال خاصنا نكونوا كلنا اونصومبل. حنا مهم اكيد، مهم الحياه كتفرق، راه الموت بيد الله. مهم ما كنعرفوش شكون السابق من اللاحق، ولكن من بعد فاش خممنا وهادي وهادي لقينا راسنا خاصنا ضروري نمشيو ندخلوا الفاس الا كتب الله. مي كنمشيو الفاس البنات كنحسوا براسنا، كنحسوا براسنا بحال الا كتافنا سخان، كي بغيت نقول لكم، مي كنكونوا قدام العائله والعائله معانا وحنا معاهم كنحسوا بواحد الجو زوين بزاف. والبنات اللي في الغربه هم اللي غادي يفهموني اكثر، اكيد غادي يقولوا انت ديجا راكي كتسكني في المغرب وهادي، ولا بغيتي والديك ولا عائلتك تمشي تشوفيهم، هذا عادي نورمال، راه هادشي اللي كتقوليه كاين، ولكن انا كنحس براسي حتى انا مغربه، لان ما كاين حتى شي حد من عائلتي وحتى شي حد من عائلة راجلي، غير هو انتينا البعد بزاف، وانا 6 ديال الساعات في التران اولا 7 ساعات في التران و3 ديال الساعات ونص في الطوموبيل، ولكن انا كنهضر يعني حتى انا ديجا سكنت دابا هنايا تقريبا 12 عام وانا ساكنه هنايا، يعني حنايا بالاخص فوقاش حسينا في الكونفينمون، يعني دابا نتوما ديجا بحال الا كتعيشوا اصلا كونفينمون العام كامل
بعادين على عائلتكم، كتجيو مثلا غير من الصيف للصيف، لان بحكم انك تكون عندكم الخدمه، ما كنهضر على الناس اللي كيسكنوا في الغربه، يعني كتكون اما عندكم الخدمه، اما الاولاد عندكم القرايه، ما عندكم شي عطله طويله، واما بحكم الفلوس ما كتقدروش تجيو جوج مرات في العام اولا ثلاثه مرات في العام، كتخليو غير من الصيف للصيف. يعني كاين ظروف، ولكن حنايا ما كانش، حنا ما عندناش الحمد لله ظروف، لان بحكم انا كنسكنوا في نفس البلاد، ولكن في الوقيته ديال الكونفينمون حسينا بان شي حاجه ماشي هي هذيك، والاغلبيه ديال الناس تازموا، وكاين اللي مرض حتى بالاكتئاب، كاين اللي بزاف ديال الحاجات منين مده ما شافش العائله ديالو، لا والدين لا خوت لا حتى شي حاجه. سورتو انني كتحسي براسك بانك خانقينك، يعني شتي دابا مما كتكون ملي كتكون الحياه عاديه، ما كاين لا كونفينمون ولا والو، كتحسي براسك بانك اليوم غدا تمشي، بعد غدا السيمانه الجايه ماشي مشكل، يعني حتى شي حد ما مبزز عليك. ولكن ملي كتحسي بانك مجبره على انك ما من حقكش تخرجي، ما من حقكش تسافري، عاد كيجيك الحب انك ديري داك الشيء. المهم نتمنى انكم تكونوا فهمتوني، لان هذه هي الطبيعه ديال الغريزه اللي كاينه في الانسان. حنايا في هذيك الوقيته ديال الحجر، تما فاش خدينا هذاك القرار وقلنا لا خصنا ضروري نديرو حل وندخلوا بحالتنا لحدا العائله، واما العائله تجي عندنا. هذه كنا دائما كنقولوها، اما حنا نمشيو واما العائله تجي تسكن هنايا في الناظور. ولكن هما عاود صعيب عليهم الحال باش انهم يجيو كاملين، لا عائلتي ولا عائلة راجي يجيو يسكنوا هنايا، لانهم عاود مولفين هما بالمدينه ديالهم. اما حنا ديجا راه حنا ولفنا العيشه هنايا، ولفنا بزاف ديال الحاجات. انا راه قدم ما باغا نمشي، ما نكذبش عليكم، قدم ما باغا نمشي، قدم ما كنخمم عاوتاني في بزاف دهرات. انا عندي ذكريات 12 عام، راه ماشي سهله، ذكريات كثيره وكبيره في هنا في الناظور. سورتو انني من نهار خرجت من دارنا خرجت نيشان لداري، يعني كتعرفوا واحد ملي كيخرج نيشان من مدينته، نيشان لمدينه واحده اخرى، وسورتو انك غتمشي لدارك وتستقري وغادي دوزي حياه واحده اخرى، غتبداي حياه واحده اخرى في هذيك المدينه، وفي شي دار، وتولدي وليداتك في ذاك المدينه، وكتولفي عاوتاني على تقاليد وعلى بزاف الحاجات ديال هذيك المدينه، كتجيك عاود شويه صعيبه، لان كتكوني مولفه هنا وهنا. هنا كنوريكم البنات بانني قليت اللحم، ودابا غادي ندير القناريه طيب في نفس الوقت غادي ندير زعلوك. المهم تما تنقيتها، واخا هي منقيه وداكشي، المهم عاود ثلاث نقيه، لان خص ضروري باش نزول داك الشارفه وهادي وهادي. دونك البنات اللي بغيت نقول لكم هو انكم راكم على صواب، كلكم كان عندكم تعليقات كلها صحيحه 100%. كلشي اللي قال لي اسماء عندك تمشي تمشي، واحد المتتبعه قالت لي الا كنت يا اسماء كتفكري انك تمشي تدخلي لفاس، راكي غلطه، راه خليكي بعيده تبقاي عزيزه، خليكم بعاد تبقاو عزاز. راجلي قال لي حنا ديما عزاز. الصراحه هاد الكومونتير بزاف ديال الناس اللي تيقولوا لي، يعني ماشي غير وحده، ولكن الصراحه ما عارف حنا منين حسينا بهذاك التجربه، جاتنا شويه الكونفينمون، جاتنا شويه قاصحه. حنا ديما عزاز، ازمه هي الصغيره ديال دارهم وانت هو الصغير ديال داركم. قال لكم حنا ديما عزاز هو الصغير ديال دارهم، وانا الصغيره ديال دارنا. انا هو الولد الوحيد اللي عندهم، ما عندهمش شي ولد واحد اخر. واسمع حتى هي البنيته الصغيره اللي عندهم، يعني كيتمناو غير فوقاش يشوفونا. واو خطنا الكبارين غيبقى فيهم الحال. ضلهم الصداع. ناري انا سيوا. المهم هذا هو البنات، هذا هو القرار. نتمنى انكم في لي كومونتير كاملين تقولوا لي اللي كانت في شي مدينه ودخلت لمدينتها من بعد اعوام، تقول لي كيفاش عايشه، كيفاش جاتها، شنو اللي الايجابيات وشنو السلبيات، وبزاف د الحاجات. ان شاء الله داري غادي نبيعها البنات، غادي نحطها. بزاف د البنات اللي كانوا طالبين جوله في الدار، وان شاء الله جا الوقيته اللي غادي ندير لكم ان شاء الله جوله، ولكن ماشي دابا حاليا، غنحاول ندير لكم ان شاء الله الا ما هذا ندير لكم في هذه السيمانه، غير هو نحاول انني علاش ما بغيتش نديرها بالضبط، لان مازال غنتناقش انا وراجلي على الثمن ديالها وداك الشيء، سواء كانت غتتباع بالاتات ديالها، حيت نقدو نبيعوها بالاتات ديالها، سواء غادي تتباع خاويه، يعني داك الشيء علاش مازال غنتناقش انا وراجلي على هذا الموضوع. وان شاء الله باذن الله نهار غادي نحط لكم جوله في الدار، غادي نحط لكم بانها ان شاء الله غادي نكون كنبيعها بالثمن ديالها بالاتات، وبثمن ديالها بلا اتات، وداك الساعات ان شاء الله اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا، سواء كانت هنا في المغرب او لا خارج المغرب.
حاجه وحده اللي ما غاديش نديروها حاليا هي ما غاديش نرحلوا هاد العام، غادي نرحلوا ان شاء الله في التالي ديال 2021، لا بقينا بالعمر ان شاء الله باذن الله. علاش؟ لان ما نقدرش نهرس بنيساتي في القرايه، ديجا عاملين فتهرسوا، عاود باش نهزهم ونديهم لشي مدينه واحده اخرى ومدرسه واحده اخرى وباش عاود يتولفوا بها شويه صعيبه. دونك غادي نخلي ان شاء الله اذا كان شي رحول ولا شي حاجه ان شاء الله في شهر 6 ديال 2021 كي قلت لكم، الى بقينا بالحياه ان شاء الله باذن الله. دونك هذا هو القرار اللي خديناه، وان شاء الله غادي نمشيو لفاس. الى مشينا ان شاء الله غادي نشريو تما دار وغادي نستقروا تما، ولكن ماشي قدام اختي، حيت بزاف البنات اللي قالوا لي تسكني قدام اختك، لا ماشي قدام اختي، غادي نسكنوا شويه بعادين، لان داك البلاصه اللي سكنت فيها اختي فيها لي زابارتمون، وحنا غنحاولوا اننا تكون عندنا دارنا بوحديتنا الا كتب الله، حيت ولفنا نسكنوا في الدار بوحديتنا. المهم ومن تما لتما ان شاء الله الا كنت غادي نقلب وصافي وتباعت الدار وهذا، ان شاء الله كلشي غادي نشاركوا معكم من بعد. ودعيوا لي بالتيسير والله لخطيكم، وهذه هي غديوتي، وحتى نتوما بصحتكم الغديوه ديالكم. وغادي نخليكم دابا مع لا فيديو، ما تنساونيش من لايكاتكم وما تنساوش لي كومونتير ديالكم، حيت فريمون محتاجاكم. غزالي غزالي جمال ومعادي، حكلي وخلاني مجنون راس الطاني، ويا حالي يا حالي شكون اللي حاس بحالي غير وما يخلالي، وجيبوا لي غزالي وغزالي ها وغزالي ها وغزالي المهم دابا ضربتها بواحد التدويشه ونشفت شعري. المهم ولكن فريمون يا البنات، فريمون يا البنات، علاش كنمشيو للحمام؟ باش كنزولو سخنه ياك، وكنت مقلقه. كتعرفوا شنو هي مقلقه؟ هي مسخه ناري يا البنات. وي 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 حيت عرفتي فوقاش ما حكيت من نهار مشينا للحمام مع ماما، من تما ما حكيت، كندخل ندوش كندير غير كوماج عادي ونخرج. دابا لا، دابا قفتها ودرتها بواحد التدويشه نشغل يديكم. دابا عاد كنحس براسي بعدا راني نقيه 100%. المهم هنا كيف ما بغيت نقول لكم، المهم بالنسبه لي غاسين هنا، شوف نتمنى انه يكون كيبان لكم شتي كيفاش هابطين، شتي داك الخلفه، هذه هي الخلفه اللي مشيت صوبتها، حيت هادي اللي كتزاد لي دابا. شوفوا هادي، دابا هادي راها بدات تكبر، هادي شوفوها ها هي بدات كتكبر، ولكن شوفوا هاديك الصغيره، هادي هادي شتيو، هادي هي اللي داك النهار مشيت صوبتها، الحمد لله دابا صافي راها تصوبات. وحتى هنايا عاوتاني من الجهه التحتانيه، هنايا ديك الجهه التحتانيه حتى هي كان صوبات، يعني دارت هاد الدارة كاملة ديال الراس صوبة بحالي.
دابا عاوتاني الحمد لله بقى غير نشف شعري ونجمعو. ايوا هادشي اللي كاين، ولكن كنحس براسي على البنات واحد الخفه واحد الخفه واحد الخفه. يا سلام ايوا يا لالا. المهم دابا من بعد ما ضربتها بواحد التدويشه الوجه ديالي غتشوفوا اكيد مكا واحد شويه لانني صوبته بالقماش قماش قماش اللي هو هذا اللي عند اولي فلام واعر زوين بزاف. هذا ايسونسيال هذا ورخيص ما غاليش. ومعاه فينا هي ومعاه هاد هادو هادو فنين راه نفس لا مارك ايسونسيال نفس لا مارك مع هادي حتى هادي ايسونسيال. هادو فنين من عند اولي فلام. صافي هادشي اللي كاين. المهم وصلت وجهي مزيان وداكشي. دابا غادي ندير واحد يا بنات والله العظيم الا كنساو كنبقى نذكر اسم هاد الطلقه تلقاوها هنايا مكتوبه في على الشاشه هنايا في الحمام. ورغم انني شحال من واحد شفتو زعما كيقول لك ماشي مشكل غنقول لكم علاش. لان اول حاجه ملي كنكونوا داخلين الحمام يعني كنحلوا الباب وكنديروا الخطوه ديالنا بالرجل الشمال وكنقولوا اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ملي كنكونوا خارجين كنحلوا الباب وكنمدوا يدينا ديال الرجل ديال اليمين كنقولوا غفرانك يا الله. دونك ما عرف شي كيقول لك ما مزياش ماشي حرام ولكن ما مزياش شي كيقول ما عرف الله ما عرف. مهم حنا نتفادى وصافي حيت فريمون كننسى. اللي بغيت نقول لكم تقولوا اسماء شنو كدير في الوجه ديالها. المهم لان فريمون شحال هادي ما درت شي حاجه في الوجه ديالي ومني كنتعطل بشي سوا ولا شي ماسك ولا شي حاجه هادشي شنو كندير. المهم دابا هذا هادي ديال الويفيرا سيروم ديال الويفيرا هو اللي درتو في الوجه ديالي. ودابا غادي ندير اش غادي ندير فينا هو هذا وهذا لا ندير هذا دابا ما غاديش ندير هذا كنت غادي ندير هذا ديال بالي. دابا غادي ندير هذا لان هذا ديال التجاعيد هذا ديال التجاعيد ولكن هذا اكثر. هذا البنات زوين داك النهار قلتوا لي اسماء شنو كنتي درتي في الوجه ديالك نسيت ما قلتو لكمش. هذا البنات راه غزال هذا ديال باليه والله العظيم الا زوين. هانتوما داير بحال واحد الزيت هكا كنديرو على البشره كديريه بالضبط في المنطقه اللي عندك فيها التجاعيد. وانا هنايا عندي التجاعيد بزاف هنا دابا ما يبان لكمش حيت درت الزيت. غادي نوريهم لكم بلاتي ندير ها شوفوا هنا وهنا تما فين عندي داك التجاعيد. لان كيف ما كتعرفوا الضعف والغلط اكيد كيتكونوا عندك تجاعيد. يوفا كتغلاضي كيتجبد لك البشره ديالك كتجبد تكون لاحظتوها غير ملي كنت حامله واحد ملي كيتنفخ البشره ديالو كتجبد. المهم نكمل لكم الموضوع ديال قبيلات. بالنسبه عاوتاني وقيته اللي كنكونوا داخلين الحمام باش نتوضاو ملي كنكونوا كنتوضاو يعني ضروري ما غادي نذكروا اسم الله ما نقولوا بسم الله. عاوتاني ملي كنكونوا كنمسحوا راس ديالنا انا بعدا ملي كنكون كنمسح راس ديالي كنقول اشهد ان لا اله الا الله وشنو محمد رسول الله. كنت سولت واحد السيده لان عندها شي حد فقي في عائلتها في الجامع ولا ما نعرف. المهم كانت سولات بان قالوا هادوك اللي كيكون عندهم الحمام اللي كتقضي فيه الغرض ديالك
ما يكونوش كيتوضاو في هذاك الحمام، يكونوا كيتوضاو في حمام واحد اخر. هذاك الحمام واحد اخر هو اللي ممكن انك ما تذكريش فيه الاسم ديال الله، ولكن اللي عندهم حمام واحد وكيتوضاو في هذاك الحمام، ما نعرف وين فاش سولاتو داك الشيء، قال بان خاص الواحد قبل ما يدخل الحمام يقول بسمالة وعاد داك الساعات يدخل، وهذيك ديال مسح الراس قالك بلا ما تقول داك الجمله. المهم داك الشيء انا لا المهم صراحه انا مازال ما عارفاش داك الشيء بالضبط، خاصني حتى نتيقن. دابا غادي ندير هذا ديال البالية ديال المنطقة ديال العينين، حتى هو زوين. عرفتي أوغوزمون كون جبت معايا السطوك وشو سميتو، وعاوتاني مين كان جا شي حد من لالمان عاوتاني كان جابلي خويا وختي آخر مرة هما لي كانو في لالمان. ختي آخر مرة كانت في لالمان، وخويا كيسكن في لالمان باقي في لالمان. المهم كرهت تالاوي لان راكم عارفين دابا مع هذا الفيروس وداك الشيء كاين لا خروج لا والو. الا بغيتي تخرج خصك تبدل هاد الفلوس، بس بدل الفلوس ديالك الطيارة اول حاجه غاليين، ثاني حاجه خاص كل شيء يدير شو سميتها تحليله الي روتور، يعني شويه قضيه تكون قاصحه. ايوا المهم الله يهز علينا هاد الوباء وصافي صافي. هنايا بالنسبه كنديروا تحت المنطقه ديال العينين هذا، والاخر كنديروا في الوجه ديالي كامل لانه مزيانين بالنسبه لهذا الخطر ديال التجاعيد اللي كتكون رفيعه اللي كتكون يلا 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 عاد بدات، والاخر مزيان التجاعيد اللي كتكون ديجا بانت. و صراحه انا ما كنتش باغا ندير هذا الشيء ديال التجاعيد وداك الشيء، ولكن ما لقيتش شي حل اخر لان كي قلت لكم ما كنستقرش في واحد الوزن، مراها انا غليظه مراها انا ضعيفه، اون فوا كنضعف اون فوا كيخرجوا لي هذوك شو سميتهم العصر، كيخرجوا لي التجاعيد. واخا المهم صراحه داك التجاعيد غير ديال التعابير، ماشي يعني ماشي عندي التجاعيد مثلا في كل بلاصه، وانما عندي شويه هنايا هاد البلاصه هادي هنايا وعندي خواص هنايا. يوم حبوباتي هادو هما لي برودوي لي كنستعمل، مكنستعمل شي حاجه وحده اخرى حاليا من غير هادشي. ان شاء الله ملي غادي ندير نبدا شي روتين واحد اخر اكيد غادي نشارك معكم. انا وصلت عندنا الثاني ديال لا فيديو، كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، واكيد ما تنساونيش بالنصائح ديالكم لان فريمون بما انني تشاركت معكم المواضيع داك الموضوع مواضيع داك الموضوع ديال القبائلات اللي قلت لكم في الاول، الا باش تعاونوني حتى نتوما وتقولوا لي شنو غادي ندير. يلا ما تنساونيش من تعليقاتكم ولايكاتكم، بيزو كبيره ليكم، نقول لكم تهلاو تنتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.